السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال بيسأل ازاي نحط الكونكتور على الشكل دوت. طيب خلينا نحط الجي 3 دي وتقدر تحط في 2 دي بدون اي مشاكل خالص. هقول له كرييت وتقدر تختار بقى من الكونكتور عايزه الكتريكال ولا دكت ولا بايب ولا كيبل تري ولا كونديت. طيب خلينا نقول له مثلا ان ده بايب، واجي هنا انا عايز احط ناحيتي. خلي بالك لما تقرب كده هو بيقول لك ان هو هيحطه على الجزء المنحني دوت، لا انا عايز احطه على الشكل دوت. تمام، فبتحاول تحط وهنا لو ما ينفعش بتدوس تاب وتدوس هيبدأ يحطه لك بالشكل دوت. تمام، هرجع من سيلكت كده وابدأ ادخل في الخصائص. الدايمتر خلي ده مثلا 10 مثلا، ممكن تيجي هنا وتربطه ببارامتر بحيث ان هو تقدر تغيره وانت شغال. طيب ممكن تيجي هنا تقول له الفلو، هل هو كالكوليت ولا بريسيت ولا سيستم، وهنا الفلو دايركشن هل هو ان ولا اوت، واللوس ميثود هيبدأ يحسبها بأي طريقة، اللو سلوب، السيستم نفسه هل هو هيدروليك سبلاي هل هو ريتيرن هل هو سناتري فينت، تبدأ تختار السيستم اللي انت هتشتغل عليه، الفلو قد ايه وهكذا. طيب ممكن نلغي دوت. طيب هو دي حاجة بتاعت بلامنج فهيبقى بايب. السفارة لو انت عايز تعمل الكتريكال هتيجي هنا وبرضه نفس الفكرة، هتدوس تاب ويبدأ يعمل. طيب في حاجة تانية، في حل تاني الا هو ان انا اجي هنا من كرييت، هتلاقي هنا ورك بلان، قول له شو، هتلاقي ان هو بيشتغل على انا ورك بلان. الورك بلان ديت تقول له سيت بيك بلان وتروح مختار البلان دوت، يبقى انت شغلك اوتوماتيك هيبقى على دي. فلما تقول له كرييت وتقول له بايب هتلاقي ان هو هيبقى اسهل ان هو يلود ديت. لو ما قطعش هتدوس تاب وتبدا تختار. لو انت طيب اخترت الضبط هتلاقي ان في اختيار في الضغط، اقوله دلوقتي هو دلوقتي نزل ريكتانجل، فتقدر تيجي هنا وتقول لا ده انا عايز راوند او اوفال، تقدر تكتب القيم اللي انت عايزها وتقدر تشوف الاختيارات اللي هي قريبة من البايب.